دي قرأ فيها يمكن ملامح ودية غير مسبوقة في فكرة صحيح. استقبال الرئيس صحيح. يعني الرئيس كان ضيف على الرئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف في بيته في منزله الخاص مزبوط. وده حاجة ما تتكررش كتير، وكان في معزوم على العشاء مع الرئيس بوتين في برضه في زيارة ودية وتجوله في منتجع صحيح. سوتشي صحيح. وأيضا إلقاءه لكلمة لأول مرة كزعيم أجنبي داخل مجلس الفيدرالية الروسية هو أعلى غرفة في البرلمان. إشمعنى يعني خلينا نقول بالبلدي ليه إشمعنى في هذا التوقيت ويعني ايه ده؟ طيب خليني اول اقول بس نقطه، ان روسيا دايما كانت بتنظر لمصر انها دوله مهمه جدا، وهي بسبب موقعها الجيوستراتيجي في منطقه الشرق الاوسط، بسبب عمق العلاقات اللي بينهم على مدار التاريخ، وبسبب انه الرئيس عبد الفتاح السيسي جمعته علاقات صداقه شخصيه مع الرئيس بوتين. العلاقات دي بدأت من قبل كمان ما يتولى منصب رئيس الجمهورية، مزبوط. لأنه الرئيس بوتين أعجب بشخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعجب به كقائد عسكري، وخاصة أن كمان الاثنين في واحد كان في ضابط مخابرات، والرئيس عبد الفتاح السيسي كان مدير المخابرات الحربية المصرية، مدير جهاز المخابرات الحربية والاستطلاع عفوا. فالعلاقات الشخصية دي بدأت ملامحها تظهر من أول زيارة الرئيس السيسي لما كان وزير الدفاع مع السيد وزير الخارجية في 2014، ولما أبلغ الرئيس بوتين أنه هو ينوي الترشح للرئاسة، ورئيس بوتين أبلغه أنه بيدعم هذا الترشيح وأنه هو مؤيد له جدا. ودي مش المظاهر اللي احنا شفناها، دي ما هيش فريدة اللحظة، دي كانت المظاهر كان في ما يشابهها في الزيارة الرسمية اللي كانت بعد تولي الرئيس السيسي الحكم، لما برضه راح سوتشي والرئيس بوتين خده في جولة، وتحدث الرئيس السيسي مع المواطنين ومع الأطفال، والرئيس بوتين نفسه لما جه هنا زار مصر مرتين قبل كده برضه حصل على نفس واجب الضيافة. فواضح ان في علاقات صداقة قوية جدا بعيدة عن اي علاقات تانية بين الدولتين.